كفرد من الشباب ديال المنطقه بقى في الحال. وجيت هذا العود هذا كنتمنى من الله عز وجل يكون شي تدخل من الجهه المسؤوله ديال الجماعه ديال ضرب وعزه، وبالخصوص جمعيه ديال رفق بالحيوان اللي كاينين في المنطقه، يديروا واحد التدخل ويديروا واحد العمل انساني لهذا العود هذا اللي رماه مولاه، اللي تكرفس عليه وخدم به الوقت ديالو كامله، من بعد شدو وتكرفس عليه ولاحوا هنايا. حنا كشباب ديال هذه المنطقه جينا اللي قدمنا عليه الله البارح مع 12 ديال الليل، جينا عاوتاني من الصباح وحنا مع هذا العود هذا. كنتمناو وكنترجاو من الله سبحانه وتعالى يكون حتى تدخل ديال شي جمعيه ولا فاعل الخير اللي يكون في قلبه الخير يجي يدي معنا هذا الاجر هذا، ويدي حد رحمه لوالديه. وبالعكس هاد البكمات ما كيتالموا ولكن ما كيقولوش شنو اللي دارهم، كما شنا راه غتشوف واحد الحاله اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمنى اي واحد يشوف هذا البث واللي يشوف هذا الفيديو هذه بارطاجيه، يتدخلوا شي جمعيات يرفقوا بالحيوان، يتواصلوا معنا ويجوا الله يرحم الوالدين، حنا نتعاونوا معاهم نهزوا معاهم، كان شي يد مساعده نتعاونوا معاهم ماديات راه ما كاينش مشكل ما عندناش، ولكن الحمد لله راه غنتعاونوا معاهم باش نشاركوا في هذا الاجر هذا، وهما يدوا الاجر كبر منا حنايا، هما يجدوا الاجر الله يرحم الوالدين. هذه كاينه في الرحمه من البارح وهي مليوحه، جينا بالليل حيدناها من الطريق حيت كتشكل خطر على المره هنايا، الطوموبيل تقدروا ما يشوفوهاش الماطر وداكشي، وكاين جرب لوطوروت، حيدناها بعدناها من الطريق، عطيناها الماكله، عطيناها اللي قسم الله جبنا لها. اليوم عاوتاني راه من الصباح حنا معاها، كنتمناو تجي شي جمعيه وتواصلوا معنا، حتى الان ما كاينش شي جمعيات كيتواصلوا معنا، كيتواصلوا معنا غير الناس اللي تاهمايا ألمتهم، ما بغيناش نبينوا الامور ديالها كامله على قبل الوليدات اللي كيشوفوا ولا الامهات اللي غيتشكل لهم واحد التاثير نفسي. كنتمنى من الله عز وجل يوفقنا لهذا الاجر هذا، ويوفق شي جمعيات اللي يجوا يدوا هاد العوده هذه، الله يرحم لهم الوالدين. ما مات السيد هذا اللي تكرفت عليه لاحه، يقدر يجي شي واحد كثار منه ولا يقدر يدير فيها بزاف الحوايج، فهمتيني؟ يقدر يدير فيها الشعوذه، يقدر يدير فيها بزاف الحوايج اللي يقدر يداروا في هاد الامور هذه. كنتمنى من الجهه المسؤوله تدخل وتجي دير الواجب ديالها انساني. انساني، حنا الحمد لله ماشي كنقول لك انا جمعيه باش نجي نتصور في هذه الحاله هذه، بالعكس انا كمواطن وكولد الشعب وكشباب من هذه المنطقه هذه، حنا كنحبوا المنطقه ديالنا وكنغيروا على المنطقه ديالنا، وما كنبغوش شي حاجه اللي تمس بالمنطقه ديالنا، حنا نجيو نغيروا المنطقه ديالنا. وكنتمناو من جماعه ديال ضرب وعزه عندهم تراكسات، عندهم بزاف الحوايج كاميو يهزوه ويدوه من الجمعيه ديال رفق بالحيوان اللي كياخذوا مناح كبيره، يعطوهم ويقول لهم تكلفوا بهذه الحاله هذه.